البداية يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذا الحفل الذي نقيمه اليوم لتنصيب السيدات والسادة رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بهذا الإقليم على إثر الحركة الانتقالية التي أجرتها المصالح المركزية لوزارة الداخلية على صعيد عمالات وأقاليم المملكة تجديدا لعطاءاتهم ورفعا من مردوديتهم في خدمة رعايا صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وكذا تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر من خلال تفعيل وتكريس مبدأ الترقية في الدرجة والمهام ارتكازا على معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وذلك من أجل المزيد من العطاء والرقي لعمل الإدارة الترابية وفق دينامية إيجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين ومواكبة لانتظاراتهم. إن هذه الحركة الانتقالية التي تجريها وزارة الداخلية قد تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، والمبني على مراقبة على مقاربة أكثر وتثمينا للموارد البشرية وأكثر الموضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء. أما أن هذه الحركة الانتقالية في صفوف السيدات والسادة رجال السلطة الجدد تروم خلق دينامية إيجابية ومتجددة في عمل الإدارة الترابية تفعيل المفهوم الجديد للسلطة، تسير النهضة المتواصلة والتطورات الكبيرة التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين ومواكبة الإصلاحات الجوهرية التي يعرفها المغرب في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لعائلة المفدى صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كما تهدف هذه الحركة كذلك لترسيخ سياسة القرب من المواطن والتجسيد الفعلي للمفهوم الجديد للسلطة الذي أرسق واعده صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال تعزيز دورها كإدارة مواطنة منفتحة على انشغالاتهم وتطلعاتهم. موازاة مع التهدئة المستمرة تشمل كافة الطاقات والفعاليات المحلية للمنتخبين ومجتمع مدني وقطاع خاص لكل من موقعه للانخراط الإيجابي والفعال في الأوراق التنموية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وبهذه المناسبة أتشرف لأقدم لكم السيدات والسادة رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بهذا الإقليم وكذا نبدا عن مصالحهم المهني. السيد محمد المويسي. هو من مواليد سنة 1964 من جناز، حاصل على الإجازة في الآداب العصرية ودبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 29 ولجل 29 للإدارة سنة 1992، حيث هناك قائد مكلف بقيادة جبل الحبيب بولاية تطوان، وقائد قيادة داغ رامز بعملة فحص إجراء، وقائد قيادة الدولة في العلوم الإدارية سنة 2008 ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 38 ولجل الإدارة سنة 2001، حيث عمل كقائد الملحقة الإدارية الخامسة بعملة مقاطعة الدار البيضاء أنفاق، وقائد مدير الديوان بنفس العمالة سنة 2006، ثم قائد ملحق بقسم الشؤون الداخلية بولاية الدار البيضاء سنة 2008، وقائد رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية مكناس تفيلات سنة 2010، كما عمل كرئيس دائرة رئيس قسم الشؤون الداخلية بعملة إقليم سراغنا من سنة 2018 إلى 2019، ثم باشر رئيس قسم الشؤون الداخلية بنفس العمالة إلى سنة 2022 إلى أن تم تعيينه باشر رئيس قسم الشؤون الداخلية بعملة إقليم ستات. السيد عبد الفتاح البارودي، وهو مواليد سنة 1971، تقيته كقائد نائب رئيس الشؤون الداخلية بهذه العمالة. السيد عبد الحسين سويتو، وهو من مواليد السيد عبد السلام المرضي، وهو من مواليد سنة 1971. السيد عبد الحميد الغيوان، وهو من مواليد باشا مراد مراحل. السيد نور الدين
والغدد، وهو من موالي وتعيينه رئيس دائرة البروش. السيد عبد الصمد بوني وتعيينه رئيس دائرة الحمد الجنوبية. السيد عبد القادر ناجي وتعيينه رئيس دائرة ستاد الجنوبية. السيد رضوان بوصحيب وهو من موالد 1950 وتعيينه رئيس المنطقة الحضرية الأولى لمدينة ستاد. السيد رشيد بن هندو من موالد وتعيينه قائد قيادة المسكين الشرقية دائرة البروش. السيد مروان أدهم تم تعيينه قائد قيادة دار الشافعي دائرة البروش. السيد سعيد حفيظي وهو من موالد 1990 تم تعيينه قائد قيادة قرقرة أولاد عام دائرة البروش. السيد عبد الصمد كبيطي وهو من موالد 1992 تعيينه قائد قيادة ولاد بوزيري دائرة ستاد الجنوبية. السيد علي بوحنون وهو من موالد 1987 بكرمان تعيينه قائد قيادة جيزر دائرة ستاد الجنوبية. السيد عبد الواحد الدافي من موالد 1973 تعيينه قائد قيادة ولاد الحي البدع في دائرة ستاد الجنوبية. السيد محمد بوعجاج تعيينه قائد قيادة راس العين دائرة الحمش الجنوبية. السيد عبد الرحيم الشهداني تعيينه قائد قيادة سيدي الحجاج دائرة محمد الجنوبية. السيدة هناء مسلم تعيينها كقائد الملحقة الإدارية الثانية بمدينة ستاد. ريما بدري تعيينها قائد الملحقة الإدارية الخامسة بمدينة ستاد. السيد إبراهيم العيدي تعيينه قائد الملحقة الإدارية السادسة بمدينة ستاد. السيد محمد القديلة تعيينه قائد الملحقة الإدارية الثانية بمدينة محمد. السيدة حنان القوت تم تعيينها كقائد ملحق مباشرة محمد. السيد الأمين الرواقة تعيينه كقائد قيادة المزامزة دائرة ستاد الشمالية. السيد عبد اللطيف بناني تم تعيينه قائد قيادة مزورة دائرة ستاد الشمالية. السيد عبد القدوس أبو العلا تعيينه قائد قيادة بلاد دائرة محمد الشمالية. السيد محمد علي البيوي تم تعيينه قائد قيادة مخيلة الخزازرة دائرة محمد الشمالية. السيد ناصر البرامطي العباسي تم تعيينه قائد قيادة مياه جريم دائرة ستاد الجنوبية. وبهذه المناسبة أتقدم كذلك باسمكم جميعا السيدات والسادة رجال السلطة الجدد لتهانئي على تعيينهم بهذا الإقليم العزيز وتمنيا لهم كامل التوفيق والنجاح في مهامهم. كما أتقدم كذلك بالشكر الجزيل للسيدات والسادة رجال السلطة الذين عملوا طيلة هذه الفترة التي قضوها بهذا الإقليم على المجهودات والتضحيات التي بذلوها
في خدمة الصالح العام على وجه الخصوص التدبير الأمثل الذي أبان عليه خلال فترة جائحة كورونا والمواكبة الفعالة للحركة التنموية على المستوى المحلي، متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة بالأقارب التي تم ترحيلهم إليها.